ولنقاش ملف تقسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي والجدل الذي أثره هذا القرار، يحضر معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بك. حياكم الله. وينضم إلينا عبر الهاتف ناطق رسمي باسم المجمع الفقهي العراقي من بغداد الدكتور حسين غازي السمرائي. أهلا بكم دكتور. دكتور، حياكم الله، مرحبا، أهلا بك. أبدأ معكم دكتور من الإدانات الواسعة التي أعقبت الإعلان عما سمي باتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي، كيف ترون في المجمع الفقهي هذا الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذه التغطية المهمة والتي أحدثت حقيقة في هذا الوقت الحرج بلبلة في الوسط والشارع السني. حقيقة موضوع حسم هذه الأملاك مسألة مطروحة منذ ما يقرب من 15 سنة، وتوجد قضايا إلى الآن في القضاء نحن نود حسمها وفق العدل والإنصاف، لكنها لم تحسم لأنها تحتاج إلى جو مليء بالثقة والأريحية يسوده الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويشعر كل مكون بأهمية التعايش السلمي وأثره على استقرار البلد. حسم هذا الموضوع حقيقة الشائك لا يأتي إلا عن طريق رئيس ديوان أصالة عليه توافق من الجهات المعنية به، وعليه فإمرار هذا الاتفاق بهذه الطريقة هذا مسألة تثير الاستغراب والريبة. ثم ما معنى استثناء المراقب والمقامات؟ هل هي المقامات هي خاصة بقوم دون آخرين؟ ومن الذي يدعي أن أهل البيت هم فقط قوم من الناس؟ أهل البيت كما هو معروف هو يعتز به أهل السنة والجماعة والشيعة والسنة والجميع، كل مسلم يعتز به. إخراجهم من هذا القانون حقيقة أيضا يجعل علامات استفهام. ثم ما مصير الوقفيات أيضا المحيطة بهذا المقام كما يحصل في سامراء والسنطنطاط وغيرها من المقامات. ثم الخلل الأخوة المستمعون والمشاهدون الكرام في هذا القانون، يقولون مذهب الواقف إحدى القرائن، وهذه كلمة إحدى القرائن بمعنى ممكن أن يطعن بهذه القرينة بأبسط ما يكون. نقول لماذا لم يكن هو الدليل القاطع مذهب الذي يبني هذا المكان أو يجعله للفقراء والأيتام والمساكين، ماذا لم يجعله هو الأساس والفصل؟ ثم كثير من الوقفيات، كثير حقيقة من الوقفيات ومن المساجد تبنى بدون حجج وقفية وتسلم إلى وزارة الأوقاف آنذاك. نعم. إلغاء هذا القانون جملة وتفصيلا وبدون وجود حجة وقفية، بمعنى أنه هذا أيضا يخضع السكان، بمعنى أن المنطقة إذا كانت كلها شيعية بمعنى اطلعوا يا أهل السنة من هذه المنطقة، وهذا ترسيخ للطائفية وقتل للتعايش السلم. نعم. وكذلك إذا كانت حسينية في منطقة سكنية أيضا نفس الحالة ينطبق على هذه المسألة. نعم. ثم ما الحكمة من نقل إرشيف الأوقاف إلى جهة ثالثة، علما أنه كثير من الدوائر قد احترقت؟ إذن هذا النقل قد يشوبه الشكوك والشبه. هذا الملف يحتاج حسمه إلى قانون يحصل عليه توافق وطني وشرعي بالأساس، لأنه هو أصلا هذا القانون هو شرعي. نعم. والمسألة المريبة أنه أعلى سلطة في ديوان الوقف السني هو مجلس الأوقاف الأعلى. مجلس الأوقاف الأعلى يضم فيه مشايخ وأساتذة ومدراء عام. وهذا عرض هذا القانون عدة مرات وأجل لأنه فيه مشاكل كثيرة، ولكن في اليوم الذي أجل فيه يوم 13/10 أجل مناقشة في هذا الموضوع في مجلس الأوقاف الأعلى في يوم 15/10 بعد يومين
يوقع رئيس ديوان الوقف السني ورئيس ديوان الوقف الشيعي مع رئيس الوزراء للإمضاء في هذا القانون. سنتحدث أكثر دكتور حسين. غير صحيحة. دكتور حسين سنتحدث أكثر عن الجهات المخولة بتوقيع مثل هذا القانون، لكن كنتم قد أشرتم إلى نقطة مهمة تتعلق بالطائفية، ستبقى معنا دكتور حسين. نعود إليك أستاذ نظير الكندوري، تنقل من النقطة التي أثرها دكتور حسين عن هذه الطائفية والمحاصصة التي بدأت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، إلى أي مدى نعكس كست في هذا القانون للأوقاف؟ يعني أنا فقط أنظر إلى هذا الإجراء الجديد وتشكيل لجنة لتقاسم الأوقاف، يعني ما الجدوى من عنده إذا لم يكن هناك أسباب طائفية أو لترسيخ الطائفية في هذا البلد؟ وإلا يعني حقيقة لنكن صريحين أكثر ولنستند إلى حقائق تاريخية، لا يوجد شيء اسمه وقف شيعي. هل تعلمين هذا الأمر؟ لأن أساساً في المذهب الشيعي استعاضوا بموضوع الخمس عن الأوقاف، بينما السنة يستخدمون الوقف، وحقيقة الوقف هو لمساعدة طلبة العلم والمستضعفين والمرضى وإنشاء المدارس وغيرها من الخدمات المجتمعية، والمذهب الشيعي استعاض عن ذلك بالخمس الذي يفترض أن يصرف على هذه المصارف التي ذكرتها. لذلك يعني لم يشكل الوقف السني من الأوقاف العراقية إلا بما لا يتجاوز 5%، وبالتالي مسألة تقاسم، وكأنما الوقف الشيعي لديه من الممتلكات الوقفية ما يساوي الوقف الإسلامي أو الوقف السني. هذا من جانب. جانب آخر، من أعطى الحق لمن الآن يسلم رئاسة الوقف السني وكالة؟ من أعطاه الحق القانوني بتوقيع مثل هكذا اتفاق؟ لا قانونا يسمح له كون أنه وكيل وليس بالأصالة في هذا المنصب، وكذلك هو بمنصب إداري يعني مدير لهذه الأوقاف، وليس من حقه تغيير عائدية الأوقاف. وهذا مسألة، عائدية الأوقاف هي مسألة تفوق المسألة القانونية والقضائية، كون أنها مسألة دينية، كون أن هذا الذي أوقف هذا الوقف هو قد يعني اشترط أن يكون ريع هذا الوقف لشيء معين، كمدرسة، كمرضى، كشيء آخر. لا يحق لأحد بتغيير جنس هذا الوقف. والدليل على ذلك، هناك قاعدة فقهية تقول بأن شرط الواقف كنص الشارع، يعني مثل كلام رب العالمين، لا يستطيع أحد أن يغيره. يأتي الآن سعد كنبش يريد أن يغير هذه الأوقاف ويحولها إلى أوقاف شيعية، وبذلك أنا أعتقد الموضوع ليس له علاقة بالأوقاف وليس له علاقة بقانونيتها وعائديتها، إنما الأمر موضوع سياسي. الآن السنة في حالة الاستضعاف الحالية تريد إيران وأذنابها في العراق أن تذوب هذا المكون السني الذي تعتبره عدوا لها، وتحاول تشيع المناطق شيئا فشيئا. هذا القانون سوف ينطبق على المناطق التي فيها سنة وشيعة، ويتم تجريد هذه الأوقاف وهذه المساجد من السنة وإعطاها للشيعة تمهيدا لتشيع المنطقة، بدليل أنه يقر القانون بأن عائدية هذه الأوقاف للأغلبية التي تسكن في هذه المنطقة. ومن يحدد هذه الأغلبية؟ لا يوجد استفتاء سكاني، وحتى لو كان هناك استفتاء سكاني لا يتم ذكر الطائفة، وبالتالي هناك متسع كبير لتشيع هذه المناطق، بدليل أنهم هم يعني يصنفون بغداد مثلا اللي هي أكبر مدينة بالعراق تعتبر ذات غالبية شيعية، وبالتالي كل المساجد التي ليس لديها حجج يعني لهذا الوقف سوف تتحول إلى المذهب الشيعي. كذلك في ديالة، وكذلك في يعني شمال بابل، وكذلك في صلاح الدين وغيرها من المناطق. يعني أنا أريد أن أتساءل لمن يمسك الأمور من الأحزاب الشيعية والميليشيات الشيعية في العراق، إلى أين تريدون أن تصلون؟ هل تعتقدون أن السنة سوف يقفون صامتين أمام هذا التغيير في الهوية؟ تغيير الوقف من مذهب إلى مذهب هو تغيير الهوية
الهوية. الأوقاف هي دليل على هوية هذا المذهب وهذا المكون، وهم بالتالي يريدون إلغاء المكون السني. إلى أين تريدون أن تصلون؟ هل تريدون تأججون حرب طائفية جديدة؟ سيجيبنا عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور حسين غازي السمرائي، هو الناطق الرسمي باسم المجمع الفقهي العراقي، ضيفنا عبر الهاتف من بغداد. دكتور، نتحدث عن الهدف من نهب الأوقاف السنية، وكنا نتحدث أيضا عن فردية اتخاذ مثل هذا القرار لعائدية الأوقاف وعدم الرجوع إلى مراجع والمكونات التي تعود لهذه الأوقاف السنية أساسا. كيف يفسر تغييب المراجع السنية، وما مصير هذا القانون في ظل كل هذا الجدل الذي أثاره؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع نعم دكتور حسين، هل سمعت السؤال؟ نعم والله سمعت بعضه، ولكنه واضح. الحقيقة هو هذا الاتفاق الذي جاء وتجاوزوا به على المجلس الأوقاف الأعلى أولا، وتجاوزوا أيضا المؤسسات الشرعية المعروفة في العراق وعدم استشارة هذه المؤسسات. حقيقة هذا يدل على أن هنالك اتفاقات سياسية مصالح خاصة لكي يبقى فلان بمنصبه ولكي يبقى على رأس سلطة ما، يحاول أن يقدم شيئا في المقابل حتى يخضع هذا المنصب للمساومات السياسية. حقيقة هو هذا المخزي، ونحن دورنا نجمع الفقه العراقي عملنا تجمع كبير، ربما رأيتموه على شاشات الإعلام في جامعة أبي حنيفة، حضرته أغلب المؤسسات الشرعية الموجودة في بغداد، واستنكروا جميع هذه الأعمال، وصدرت فتوى من المجمع الفقهي العراقي، وكانت مستدلة بالآيات والأحاديث، منها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ثم أن الحديث المتعلق بالوفيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. إذا هذه الوفيات لها حرمة، كما تفضل الأخ الضيف الكريم أن الحقيقة شرط الواقف كنصف الشارعي، بمعنى دليل قد لا يقبل التأويل، لأنه هنالك نصوص شرعية قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. أحيانا شرط الواقف في قطعية الدلالة في معنى ما يوقفه المحسن ويقول مثلا هذا للفقراء، هذا لطلبة العلم إلى آخره، فهذا لا يجوز التنازل عنه أو التفريط به أو التبديل أو التغيير أو العبث به أو المساومة عليه ولو كان من ولاة الأمر. واليوم تكلم فضيلة العلامة شيخنا الشيخ أحمد حسن الطاها بصراحة، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بمعنى ولي الأمر طاعته واجبة حينما يأمر بمعروف، حينما يأمر بمصلحة راجحة، مصلحة عامة يجب طاعته. ولذلك توجه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء بأنه يراجع هذا الأمر وأن يعالجه بأسرع وقت، لأن هذا يحث على الفتنة ويحث على الطائفية، ونحن دائما نسعى إلى لمدمة الأمور. ولذلك أنا أيضا أوجه رسالة إلى المراجع أيضا الشيعية، أنهم دائما يقولون لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، فلذلك نقول قد بهذا القانون تتأول بعض الوقفيات إلى البعض الآخر دون وجه حق، ونقع في المحظور الشرعي. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى لمة الصف ووحدته، ونقضي على الخلافات الطائفية الموجودة. واليوم كما تعلمون هنالك خلاف، يعني هنالك مشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية، كان الأولى أن تعالج مثل هذه الملفات قبل الخوض في مسألة تفرق ولا تجمع.
شكرا جزيلا لكم الناطق الرسمي باسم المجمع الفقهي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أعود إليكم أستاذ نظير، ما مدى إمكانية إلغاء مثل هذا القانون بعد كل ما خلفه من ردود فعل وأهداف واضحة لمحاولة خلق الفتنة بين مكونات الشعب العراقي الواحد؟ نعم، أنا يعني أوجه كلامي إلى رئاسة الوزراء وإلى الحكومة نفسها، يعني لو كانت لديها شيء من الاحترام لذاتها واحترام لمقدسات المسلمين، كون أن هذا القرار ليس قرار متعلق بإدارة الدولة أو إدارة ممتلكاتها، إنما هذا يخالف نصوص شرعية ولا يجوز التعامل فيها، وهو فاتحة أو باب يفتحه لصراع طائفي ممكن أن تقدح ناره بعد ما اكتوينا بنار الطائفية قبل سنوات. ويعني أيضا يعني أوجه كلامي إلى من يسمون أنفسهم السياسيين السنة المدافعين عن يعني أتباع هذا المذهب وهذا المكون العراقي الأصيل، يعني إلى متى تبقون فقط بالإدانات وبالاستهجانات؟ الهوية العراقية السنية تضيع الآن من خلال ضياع هذه الأوقاف، فإما أن تقفوا وقفة رجال وتدافعوا عن هذا الحقوق، وإلا فاتركوا مناصبكم. يعني الشيخ عبد الملك السعدي قالها بصراحة بحرمة هذا العقد وهذا القرار، وقال بأنه لو كان يستحي هؤلاء السياسيين لتركوا مناصبهم وتركوا هذه العملية السياسية التي واحدة من أهدافها هي محو أهل السنة. الأمر الآخر وجه كلامي، يعني حتى لأتباع المذهب الشيعي كيف كما قال الشيخ كيف يأخذون يعني أوقاف مغتصبة وكيف سوف يمارسون عباداتهم في أوقاف مغتصبة. أنا يعني لا أوجه كلام إلى بعض المراجع المحسوبة على السلطان أو محسوبة على هذه السلطة، إنما أوجه على الشرفاء من أبناء وطننا من المذهب الشيعي، وأقول يجب أن تقفوا موقف وطني عراقي حقيقي، لأن هذا الأمر يفتح الباب على مصراعي لصراع كبير نحن في غنى عنه. يجب أن يكون لكل هؤلاء موقف كبير، لا يعني فقط في الكلام والاستنكار، إنما بمواقف عملية وإعطاء وجهة نظر إلى هذه الحكومة بأنهم يتعاملون مع النار، ويجب إيقاف هذه الفتنة. شكرا جزيلا لكم أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت حاضرا معنا في استوديو رافدين.